بسم الله الرحمن الرحيم. أتوقع أنه خلال يومين اللي راحت أكثر عملاء الاتصالات السعودية واللي عندهم شرائح من اس تي سي وصلهم طلب تحديث للشبكة. عموما لو ما وصلك طلب تحديث للشبكة ممكن أنك أنت تطلبه بأنك تدخل على عام وبعدين تدخل على حول وتنتظر شوي وممكن يجيك طلب التحديث للشبكة. وش فائدة التحديث هذا؟ أنه راح يوفر لك ميزة الواي فاي كولينج. طبعا اتوقع انه راح يوصل لكل الناس، لكن عشان تضمن انه يوصل لك الافضل انك تكون محدث لاخر اصدار من نظام الاي او اس اللي هو 13.3. طيب وش هي خدمه الواي فاي كولينج؟ ميزه الواي فاي كولينج ميزه تمكنك من استقبال المكالمات حتى لو كان جوالك ما فيه ارسال. على سبيل المثال لو كان بيتك فيه عواجل والاشاره ضعيفه فيه وانت تعاني من انه في مكالمات ما توصلك، الان راح توصلك المكالمات. إذا كان بيتك فيه واي فاي فمجرد أن يكون فيه وايرلس راح توصلك المكالمة حتى لو كان الإرسال ضعيف أو حتى لو كان جوالك في وضع الطيران. طبعا في ناس يقولوا ممكن يستخدمونها أيضا في السفر، أنهم يستقبلوا مكالماتهم عن طريق الواي فاي أو يعملوا مكالماتهم عن طريق الواي فاي في السفر. بحسب الفيديوهات اللي شفتها شركة زين توفر هذه الميزة. الاتصالات السعودية ننتظر منهم التأكيد أو الرفض، يعني ما أعرف اللي عنده شبكة الاتصالات السعودية ويسافر برا ويعمل مكالمة عن طريق الواي فاي كولينج، هل حتنحسب عليه مكالمة دولية ولا لا؟ فننتظر ونشوف، حتى الآن ما حددوا. طبعا في ناس كثير يفرحوا في هذه الميزة لأنه في ناس تعاني بيوتهم فيها عوازل والإرسال فيها ضعيف، فالآن يقدرون يستقبلوا المكالمات عن طريق الواي فاي. الحاجة الثانية الناس اللي يسافرون برا، لكن زي ما قلت لكم حتى الآن ما احنا متأكدين، هل شبكة الاتصالات السعودية لو عملت مكالمة عن طريق الواي فاي كولينج هل راح تنحسب عليك مكالمة دولية ولا لا؟ فان شاء الله ما تكون تنحسب مكالمه دوليه، وبكذا حتى لو سافرت برا مجرد انك تشبك على الوايرلس مثلا تبع الفندق او اي كافي شوب او اي مطعم وراح تقدر انك انت تعمل مكالماتك كانك عامل المكالمات عن طريق الشريحه. عشان تفعل ميزه الواي فاي كولينج كل عليك انك تدخل على الاعدادات، تدخل على خلاويه او انك انت تجي تنزل تحت وتدخل على الهاتف. فالان تدخل على مكالمات الواي فاي ومن هنا راح يظهر لك رقمك، لكن لان انا عندي شريحتين في الجوال، عندي الشخصي ففعل عليها مكالمات الواي فاي وايضا ادخل على العمل وفعل عليها مكالمات الواي فاي. انا هذه الميزه فرحت فيها لسببين، ما هو عشان السفر ولا عشان انه اروح الاماكن ما فيها ارسال، لكن لسبب راح اشرح لكم بعد شوي. طبعا هذه الميزه عجبتني لانه جوالي فيه الشريحتين، في السابق كان لما انا تجي توصلني مكالمه من شريحة فالشريحة الثانية راح تعطي انه مقفل، لكن الان زي ما راح اوريكم بعد شوي اذا وصلتني مكالمة فاقدر استقبل من الشريحة الثانية عن طريق الواي فاي كولينج. والان بعمل مكالمة عشان اشرح لكم. الان انا عملت مكالمة، فعلى سبيل المثال الان لو جيت ودخلت على مركز التحكم فبنلاحظ انه الان الشريحة الاولى شغالة كويس اللي هي يعمل منها المكالمة، لكن الشريحة الثانية مكتوب يستخدم البيانات الخلوية. في السابق لو جتني مكالمة راح تعطي لي اتصال عليه مقفل، لكن الآن حتى لو وصلتني مكالمة راح أقدر أستقبلها بسبب ميزة الواي فاي كولينج. طبعا أتمنى أنه هذا ما يفهم أنه أنا أمدح اس تي سي في هذا الفيديو أو أمدح شرائح الاتصالات السعودية. هذه الميزة متوفرة في زين من سنوات، لكن الحمد لله أنه في السنتين الأخيرة هذه في ميزات كثيرة تفعلت عندنا في السعودية، الأبل باي، الواي فاي كولينج، وأيضا الفيس تايم. اللي ننتظره انه يتفعل هي الاسم او الشريحة الالكترونية. طبعا في ناس يعني جلست مثلا مع ناس يجي يقول انه فيها مشاكل امنية، ما اتوقع لانها مفعلة في الامارات ومفعلة في الكويت. فاتمنى انها تفعل بسرعة لانه تقدر تعرف اتوقع انه 10 شرايح على جوالك وتقدر تتنقل ما بينها بكل سهولة. هذا اللي حبيت اوضحه اليوم، لو كان عندكم اي سؤال او استفسار اكتبوا تحت في خانة التعليقات او سألوني على السناب. يعطيكم العافية ونشوفكم ان شاء الله مع فيديو قادم.